برنامج أمور تهمنا بالشراكة ما بين راديو عليسة أف أم جابس ومبادرة مناظرة يهتم بصحافة الشأن العام موعد شهري. الحلقة هذه باش نحكو فيها على غياب المرافق الأساسية في معتمدات منزل الحبيب. موضوعنا الثاني التلوث ومخلفاته على الصيد البحري. أمالا استنونا نهار السبت 21 أوت 2021 في أمور تهمنا مع نزار هدوي شذناوي ونبيلة شوشان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سادة المستمعين في الحلقة الثانية من برنامج أمور تهمنا على www.alisafm.in وإلا على 101.2 عليسة أفام اليوم بتاريخ 21 أوت 2021 في استوديو عليسة أفام. مانيش وحدي في الاستوديو, معايا أميرات الاستوديو شذا. مرحبا بك شذا. أهلا بكم صباح حاضرين لبس, وكذلك ترافقنا أيضا نبيلة شوشان. مرحبا بك نبيلة. مرحبا بك نزار. شكرا ليك. ويرافقوني اليوم دو تكنيسيان في الهندسة الصوتية, صديقنا عطف غالي, وفي الديجيتال عاصم التليلي. مرحبا بكم. اليوم أمور تهمنا هو برنامج في إطار مشروع صحافة الشأن العام, يجيكم كل نهار سبت, كل ثالث سبت في كل شهر في إطار صحافة الشأن العام في لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيتي. إذاعة عليسة هي واحدة من الإذاعات اللي توقعوا فيها أمور تهمنا كل ثالث سبت في الشهر من نص النهار الماضي ساعة في بث متزامن مع مندرة أفام, دريم أفام, نفزاوة أفام وسليوم أفام. البث متزامن على جميع الإذاعات, ولكن على كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. اليوم في أمور تهمنا باش نختاروا, اخترنا زوز مواضيع تشغل بال الرأي العام في جهة جيبس. موضوعنا الأول هو غياب مؤسسات الدولة والمرافق الأساسية في معتمدية منزل الحبيب وتذمر المواطنين من غياب هذه المؤسسات. باش يكون حاضر معنا ضيفنا معتمد منزل الحبيب جلال بوليفي. وموضوعنا الثاني هو اندثار مهنة الصيد البحري في جيبس جراء مخلفات التلوث. باش يكون حاضر معنا محرز حمروني رئيس نقابة الصيد الساحلي بجيبس المدينة. وفي موضوعنا الأول باش يكون حاضر معنا في المباشر المعتمد منزل الحبيب جلال بوليفي. مرحبا بك سيد المعتمد. اليوم موضوعنا غياب المرافق الأساسية لمعتمدية منزل الحبيب. نسمع مع بعضنا آراء المواطنين في منزل الحبيب على ميكرو عليسة, وهنا راجعي ميكرو عليسة. ميكرو عليسة. ميكرو عليسة. عندنا دار ثقافة لكن ما فهمش تفعيل للنشاط متاعها, ما نسمعوش برشا, فما تظاهرات, فما أنشطة اللي تخول للناشئة بتاعني ان هي تبدع, اللي هي تلقى فضاء يسمح لها ان هي تبرز في طاقاتها. كذلك ماذا بين على فضاءات رياضية تمكن الوليدات الصغار من انهم هم يمارسوا رياضاتهم المفضلة خلال الأوقات الفراغ واللي هم يبدعوا فيها, ونبعدوا على كل أشكال. إذا صح القول الانحراف والعنف والمشاكل, خلينا في الرياضة وفي في حاجة تنفع الناشئة متاعنا. هي مواطنة من منزل الحبيب, كما أي موارن من البلاصة هذية يفتقر لبرشا حاجات, وبالسبيطار اللي هو من أهم الحاجات ومن أهم الخدمة اللي كان لازم تكون متوفرة في البلاد, وركحني ما نستنفعوش بها. تفتقر لبرشا اختصاصات, برشا طب ما فماش, ونديري مفهم الجملة صنيد كيف يحب لك تهبط الجيبس ولا دراويل باش تستنفع بالماء. الحق نحبو برشا حاجات, ما فهم حد شيء اللي مويان دو بليزير ما فهمش جملة, ما فهمش معنى نستحقو برشا حاجات في ما يخص النطاق هذا. عسلامة, أنا مواطنة من منطقة منزل الحبيب. اليوم حبيت نعطيكم لمحة على الوضع متاعنا اللي احنا نعيشه في منطقة تفتقر إلى جميع المرافق الأساسية كالقباضة, استاج, صوناد إلى آخره, وخاصة الوضع في الوضع الوبائي هذا. المركز الصحي متاعنا ما فيه شيء, لا إطار طبي والأقسام ما فيه شيء, كذلك البطالة. الشباب متاعنا كله شاد القهاوي, كان جاء فما مصانع ولا مواطن فلاحية, خاطر احنا منطقة فلاحية تعب على الأخر. أتمنى يعملونا لفتة من المسؤولين حل برشا مشاكل. منزل حبيب هذية تفتقر لجميع المرافق في الفقر المقطع, لا كناب ولا ستيك ولا سونات ولا تشغيل شباب ولا سونتر يعلم الشباب الصنعة ولا حتى هاي الاندماج بتاع التنمية الريفية للفتيات, ما فيها حتى شيء. حتى البش يخرج تمري من قباضة يمشي الجبس ياخذ 2000 فرنك يخسر 20 دينار كو منسية جملة وتفصيلا لا فيها. ونتمنى من السلطة تسمع هذا النداء, يجوا زورها وشوفوا كلامي حق ولا لا. سبيطار فارغ في أربع
بيوت وبيبين. اللي يجي بابلانس واحدة تخطف واحدة ما تخطفش هوز القبس. كان مات الله يرحمه كان حيها وتروحوا بيه. أكثر من هذا ما ثم شيء. ميكرو عليسة. ميكرو عليسة. ميكرو عليسة. رجعنا لكم السادة المستمعين في برنامج أمور تهمنا. في البداية نرحب بمعتمد منزل الحبيب سي جلال بوليفة. مرحبا بك سي جلال. مرحبا في نزار. مرحبا بكل مستمعي. شكرا لك سيد المعتمد على قبول الدعوة. مرحبا بك سي جلال مرة أخرى. كما تعرف معتمدية منزل الحبيب تبعد برشا على مركز الولاية. كما كنت تسمع في تشكيات المواطنين كيفاش شنية المشاكل اللي تعرضهم وتعرقل سير الحياة اليومية متاعهم، لو كانت نجم تحكينا شنو الأسباب اللي خلت معتمدية منزل الحبيب تعاني من نقص في المرافق الأساسية؟ والله شكرا على كل حال. النقطة الأولى حبيت نبدأ بها هي الموضوع الصحي. منزل الحبيب تبعد 65 كيلومتر على معتمدية على ولاية جبس. إشكالية في الصحة أنه عندنا مركز صحي سنطربعة. مركز صحي سنطربعة معناها تعرف وش الاختصاصات نتاعه ما هوش معناها ما عملوش فيه معناها سلبيش كوفيد ما فيش معناها ما يقويش معناها المرضى. لوك معناها عندنا استعجابي فيه استعجابي فيه معناها خدمات صحية أساسية. لوك معناها صحيح معناها افتخر لعدة اختصاصات. نحن ساعين على كل حال إن شاء الله باش نسعوا باش نوقع على احداث مستشفى محلي في منزل الحبيب. هذا معناها طلبات الجهه معناها المده الفارقه معناها يحضر وفد الوزاره صرحنا معناها الموضوع وان شاء الله معناها ساعين فيه معناها انه معناها احداث المستشفى المحلي في منزل الحبيب. سي جلال حكيت على نقطه مهمه برشا اللي هي القطاع الصحي في منزل الحبيب وعديد التشكيات جاءت الإذاعة على SFM واللي خلانا نطرحوا موضوع غياب مؤسسات الدولة. اليوم المواطنين قدموش مقترحات للمعتمدية حول مطالب النجم نقوله هي طلبات المواطنين وهذا حقهم نعرفه حول إنشاء الفروع للمؤسسات هذه كما المستشفى محلي كما فرع للسينسيس للكنام للستيج للصونات لا لشيء فقط لتسهيل حياتهم اليومية في منزل الحبيب. اي هذا من حق المواطنين صحيح شاعرين به هذا وان شاء الله معناها في معناها البذره الاولى هي تم اقرار احداث دار خدمات مثل منزل الحبيب وتم معناها اقرارها وان شاء الله مقر اللي تم اقتراحاته البلديه اللي هو مقر تجمع سابقا اللي هو هي الاشكاليه معناها في التسريع في العمليه معناها طالت شويه نظرا للصبغه نتاع العقار اللي اقترحته البلديه اللي هو معناها على ملك الدوله على ملك الدوله وتجمع سابقا اللي هو توا فيه معناها تبع ملك الدوله دونك مازالت العمليه ماهيش معناها ما تمش معناها احاله المقر هذا انا في اجراءات قانونيه دونك معناها نستنوا ان شاء الله على قريب معناها تم احاله المقر باش البلديه تتم تهيئته ومعناها تنصب فيه معناها الادارات معناها اللي يفتقر لها المواطن. البيروقراطيه تلعب دورها في تعطيل انشاء مثل هذه المؤسسات سي جلال. لا ما هو ثم لجنه مصادره هذه معناها بالنسبه معناها ممتلكات التجمع جا فيها اجراءات معناها هذه معناها هي اللي ماهيش معناها تنجت معناها العقار معناها موضوع على ذمة الدولة يجب معناها نصرفوا فيه دونك معناها هذا معناها يتبع لجنة المصادرة معناها فيه قرار معناها من المحكمة دونك استنوا في الإجراءات باش البلدية تهيئوا معناها دوب ما تحصل عليه تنطلق التهيئة دونك نحن المفيد أنه عندنا قرار إحداث معناها موجود إن شاء الله معناها تفعيل العملية. دار الخدمات المؤسسات اللي باش تكون موجودة فيها أهم ايش الكلام سناد معناها الادارات اللي تكون معناها في خدمه المواطن معناها اللي يستحق لها المواطن معناها يوميا. بالنسبه للستيج ستيج معناها فرع ستيج هما اللي جا ستيج باش ينتصبوا قريبا في منزل الحبيب اللي جا معناها خذوا معناها عده معناها مقترحات معناها ثم تقريبا اربع مقرات اللي خذوهم معناها مازالوا معناها مش يقرروا انا هو المقر اللي مش يشغلوه خذوه من عند الخواص وخذوه من عند البلديه
وإن شاء الله معناها كذلك معناها في قريب العاجل معناها تتم الأحداث نتاع الفرح هذه. سيد المعتمد، نعرف أنه ديما المجتمع المدني يسعى وديما المجتمع المدني حريص أنه يحسن من ظروف عيش المواطن. صارت جلسات مع المجتمع المدني في خصوص الموضوع هذا في منزل الأحبي؟ موضوع شنو؟ في خصوص أحداث المؤسسات المجتمع المدني، كانت لوش في الجلسات متاعكم معاه النقطة هذه في الاجتماع؟ ما كانتش محور مهم في أحد الاجتماعات معاكم؟ حضر بحال المجتمع المدني يحضر ديما في جلساتنا، بالعكس معناها هم ديجا معناها ثم تواصل كبير بيناتنا، معناها اي خطوه معناها نقوموا بها ديجا نحن توسعين انه باش نلبوا طلبات المواطنين ان شاء الله معناها في اقرب وقت. الاشكال هاني كيما كنت نحكي لك معناها فما اجراءات اللي هي فيها اشكاليه طول شويه، فهمتني معناها قانونيه، هذيك هي طول دون معناها الاسراع في العمليه. سي جلال، اليوم مشكل الصحة لأنه هو مشكل أساسي ونعرفه اللي مشكل أساسي ونعرفه اللي في يوم أمس كانت هناك حملة وطنية للتلقيح تحت إشراف الصحة العسكرية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة، وهذا اللي يثير الجدل اليوم. لماذا منزل الحبيب منسية في القطاع الصحي وما زالت تتبع بلدية وذرف أو معتمدية وذرف؟ علاش ما تكونش مستقلة صحيا معناها عن وذرف؟ إيه هذا طلب الجهة معناها باش تكون مستقلة معناها تكون إحداث دائرة صحية، هذا طلبنا به. فهمتني؟ عملنا مراسلاتنا وفي جلساتنا قلت لك مع الوزير الوزاري معناها وعدونا أنه ينظروا بالموضوع بجدية وإن شاء الله معناها في القريب العاجل تتم العملية. سيد أما بالنسبة للحملات نتاع التلقيح معناها ديجا ما اقتصرتش معناها الحملة نتاع البارح اللي إدارة الصحة العسكرية سبقت عديد الحملات. عندنا فريق متنقل محلي ديجا عملنا المناطق كل تقريبا شبلتها معنا الحملات المتنقلة ومعها لزوز أيام اليوم الأول والثاني بالنسبة لليوم المفتوح الأول والثاني، وكذلك معناها يوم أمس معناها فئة كبيرة شريحة كبيرة من المواطنين معناها لقح إن شاء الله معناها ثم نسبة معناها استغنى لها نسبة معناها هامة ثم نسبة. سي جلال، مشكل آخر هو نعرفه اللي بعد المنطقة على مركز الولاية، أي مشكل النقل، لأنه هذا مشكل كبير يعانوا منه أهالي منزل الحبيب خاصة. يقول لك هل باش يكون فما فرع للشركة الجهوية للنقل بجابس في معتمدية منزل الحبيب لتسهيل التنقل للمواطنين إن كان ما بين منزل الحبيب وجابس أو ما بين منزل الحبيب والحامل، لأنه نعرفه العلاقة اللي تربط منزل الحبيب بالحامة مش فقط اليوم ولا أمس، هي علاقة منذ زمن طويل. وفي بالك معناها منزل الحبيب معناها توا معناها عام ونص الكاري معناها ما كانتش معناها رحلات بالنسبة بين منزل الحبيب وجابس ما كانتش معناها موجودة تكون معناها منعدمة، معناها عدة خطوط معناها أحداثها معناها تقريبا أربع خطوط يوميا معناها ذهابا وإيابا بين منزل الحبيب وجابس. هذا معنا خطوة هامة. ثانيا بالنسبة لشركة النقل بجابس بالنسبة للمحطة اللي كنت أحكي لها، مش محطة أما وكالة معناها معناها أعربت عن رغبتها باش تحدث وكالة في منزل الحبيب وديجا معناها اتفقت مع البلدية واقتنت منها مقر معناها باش تحط لازمة الوكالة هذه، وديجا اقتنعتوا معناها ان شاء الله باش تركز فيه معناها معناها تتبع معناها الشركه وتولي معناها المواطنين معناها تقنيه تذكرها من غادي وتولي معناها محطه معناها تاع انتظار. نجم نحكوا على وكاله للنقل البري في منزل الحبيب في قادم الايام، معناها فرع للوكاله هذه يكون في منزل الحبيب، مش وكاله شباك معناها نافذه مخصصه غادي. هو باش يتم تخصيص نافذة من الشركة الجهوية للنقل بجابس في منزل الحبيب أي في منزل الحبيب، هي معناها معناها اقتنت معناها محل تابع البلدية وباش تنشط فيه. وهذا اللي يسهل حتى للطلبة والتلامذة اللي يسمعوا فينا تو سي جلال في اقتناء الاشتراكات للتنقل ما بين الجامعة والدار ولا ما بين المؤسسة التربوية والدار. لا هي بالنسبة للاشتراكات لو سنوين توقع على عين مكان في منزل الحبيب، يعني ما
توقعش في جابس جامعة اشتراكات المدرسية والجامعية توقع في منزل الحبيب. سي جلال، السؤال الأخير، استراتيجيتكم كمعتمدية منزل الحبيب لتغيير الواقع التنموي في المعتمدية؟ والله هو استراتيجية تغيير الواقع راهو بالتضافر كل الجهود إن شاء الله، معناها كمجتمع مدني كبلدية كسلطة، معناها إن شاء الله كلنا نسعوا باش معناها يكون معناها منطقة يطيب فيها العيش إن شاء الله، معناها بتحسن ظروف العيش المواطنين بالمشاريع معناها اللي قاعدة تتم إن شاء الله في المستقبل الجاي، إن شاء الله معناها المستقبل أفضل إن شاء الله إن شاء الله. سؤال أخير، ما فهمش مشاريع باش تهم الشباب كما الرياضة الثقافة؟ بالنسبة للشباب والثقافة ديجا عن معناها منشأة تم إنجازها حديثا اللي هي الحديقة الرياضية منزل الحبيب، ديجا معناها كثير تم معناها انتهاء الأشغال بها وتم تسليمها للبلدية. الفضاء هذا معناها فضاء معناها فيه معناها قاعة للرياضات، فيه معناها ملعب لكرة القدم، معناها منشأة ذي قلت لك معناها أخيرا تم إنجازها حديقة رياضية بكلفة قدر 700,000 دينار ووقع استلامها تو عند البلدية إن شاء الله مش تعمل برنامج تعمل استغلال نتاعها معناها في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا لك سي جلال بوليفة معتمد منزل الحبيب على المعطيات اللي قدمتها لنا في خصوص موضوع غياب المؤسسات وفروع للمؤسسات التابعة للدولة اللي خلى المواطنين يتشكوا وتذمر كبير وصل لراديو عليسة أفام. شكرا لك سي جلال. شكرا. كما كنتوا تسمعوا سادة المستمعين، هذا كان موضوعنا الأول في خصوص الغياب المؤسسات الدولة في معتمدية منزل الحبيب اللي خلى برشة تشكيات شذا توصل من الناس في منزل الحبيب. صحيح، على خاطر وقيت باش نتلفتوا، خاصة ملف الصحة أهم ملف خاصة في أيامنا الحالية في الوضع الوبائي الحالي. نبيلة، اليوم منزل الحبيب مش فقط منزل الحبيب اللي تعاني برشا مشاكل، إنما منزل الحبيب هي مثال في ولاية جابس اللي تبعد على مركز الولاية، مشاكلها عديدة لكن الحلول هي اللي ديما غايبة. أكيد مشكل منزل الحبيب في ولاية جابس نزار تعاني من المشاكل هذه، وكما منطقة بطمطة القديمة وعديد المناطق وعديد المعتمديات في ولاية جابس، إن شاء الله نحسنوا من ظروف العيش متاع المواطن وإن شاء الله نوفروا كل ما يحتاجه المواطن في الحياة اليومية وفي الحياة العامة. هذا كان موضوعنا الأول في برنامج أمور تهمنا لليوم السبت 21 أوت اللي حكينا فيه على منطقة من مناطق ولاية جابس اللي تعاني التهميش منذ سنوات، لعل كان مواطنيها يأملوا أنه بعد الثورة بش يتغير واقع هذه المنطقة، لكن الفقر والبؤس زاد أكثر في منطقة منزل الحبيب. هذاك علاش تطرقنا للموضوع هذا من خلال استضافة للسلطة المحلية، لأنه هي السلطة الأولى المعنية في الإجابة عن أسئلتنا، وكان جوابنا سي جلال بوليفة. لعل منزل الحبيب غدوة أفضل وغدا يتغير فيها الواقع التنموي والاجتماعي والاقتصادي في الجهة. موضوعنا الثاني باش يكون التلوث ومخلفاته على الصيد البحري اللي يسبب نوعا ما اندثار لها المهنة، على خاطر فما فرق كي نحكو على مهنة الصيد البحري قبل 1972 وهو اليوم في 2021. ضيفنا باش يكون السيد محرز الحمروني رئيس نقابة الصيد الساحلي بجبس المدينة. مرحبا بك سي محرز. أهلا بك أختي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين الراديو اللي ساتر. شكرا لقبول الدعوة، نسمع تقرير ونرجو. تعتبر مهنة الصيد البحري في ولاية جابس من أعرق وأهم المهن في المنطقة، باعتبارها تمثل مورد رزق أساسي لمئات العائلات اللي تورثتها من جيل إلى آخر، حيث كانت مدينة جابس معروفة منذ القدم بالثروة السمكية، وإلى حدود عام 1965 كان بحر ولاية جابس يحتضن أكثر من 250 نوع من أنواع الحيوانات البحرية، ليتقلص هذا العدد إلى حوالي 50 نوع في السنوات الأخيرة حسب أغلب الدراسات وشهادات الصيادين والخبراء. منذ السبعينات تشهد القطاع هذا تدهور ملحوظ مع فتح أول مصنع حضري أبوابه بجابس تحديدا عام 1972، واللي اختص في تحويل الفوسفات إلى حمض فسفوري، العملية اللي احتاجت إنشاء وحدة إنتاج لحمض الكبريت، وتسبب بالتالي في تفاقم معاناة الصيادين باعتبار البحر هو المنال الأخير للفضلات والنفايات الكيميائية اللي تفرزها المصانع، واللي يعتبر الفوسفوجيبس أخطرها، خاصة وأنه سنويا تلقى نسبة 20,000 متر منه في بحر جابس، مما أدى إلى تدمير الثروة البحرية والتنوع البيولوجي، وبالتالي بداية النهاية لمهنة
مهنة الصيد البحري باعتبار عازج عدد من الصيادة حتى على تسديد قروض الفيك متاعه. محرز كما كنت تسمع معنا في المباشر في التقرير حول مهنة الصيد البحري، لأنه هذه مهنة مهمة برشا حكينا فيها على ما قبل 1972، لأنه كانت تركيزة من ركائز الاقتصاد في ولاية جابس. اليوم نحكو على سنة 2021، تغير المنوال التنموي في جابس. كيفاش نجمو نحكو على واقع مهنة الصيد البحري في 2021 جراء مخلفات التلوث اللي تسبب في عديد الكوارث، منها الثروة السمكية في جهة جابس؟ بسم الله، مرحبا بك يا نزار، شكرا على استضافة في البرنامج هذا، موضوع مهم جدا. مرحبا بك محرز. وبيك يا نزار. وقت نقول قطاع الصيد البحري، قطاع الصيد البحري في جابس يعد أكثر من 500 وحدة صيد، يتقسم على ثلاثة أجزاء، اللي هو اللي هي الشبكة الدائرة، الصيد الساحلي، الصيد الساحلي تقليدي. وقت نقول احنا وانتم قلتوها والناس كلها تعرف أن قطاع الصيد البحري في جابس، خاصة الصيد الساحلي، الصيد الساحلي التقليدي، يحتضر في موت تاريخي من جراء التلوث الصناعي. جابس كانت محجة، كانت محجة، كانت عندنا مهرجان تاع جراد البحر، كانت عندنا مهرجان تاع رخويات اللي هي القرديس والشوابي، يجونا من الشمال، من أقصى الشمال، يجونا من بطبرقة، ويجونا من سوس العاصمة، من حلق الوادي، يجونا من جرغيث في موسم جراد البحر. وين هذا الكل؟ لو المشكلة أن في نزار وقت نتكلموا على التلوث البحري، معناه فما ضرر، الضرر جاي من عند الدولة. القطاع هذا وقت نقوله جابس، نقوله محضنة الأبض البحر الأبيض المتوسط، تذرت، وقت نقول تذرت عن قصد سيدي قبل الثورة في نزار، نقوله ما كان ينجم يتكلم حتى حد. إيه هاي الثورة جت وعندنا حتى محاضر جلسات لجبر الضرر ولإيقاف المهزة هذه إلى متى؟ راو الاتحاد الاوروبي هابط بالثقل نتاعها لايقاف المهزله هذه. اليوم محرز نتحدثوا على مهنه، اليوم نتحدثوا على عائلات تسترزق من هذه المهنه، لكن المهنه شيئا فشيئا بدات تندثر. المهنه اندثرت نزار خويا، حتى اللي بقوه يخدموا في الصيد الساحلي والصيد الساحلي التقليدي، تو الشبكه الدائره مساكن قاعدين يتنقلوا لعده ولايات اخرى، ولايه الساقط، ولايه مدين، يمشوا يخدموا بجرجيس، يمشوا يخدموا شمال، فهمتني؟ لكن الصيد الساحلي والصيد الساحلي التقليدي اللي هم بمعدات بسيطه، معدات بسيطه، ما عادش خلقين حتى على قوت يومهم، ما عادش واصلين قوت يومهم. الدوله المفروض حتى معنا عندنا، قلت لك كما حكيت لك عندنا معنا محضر جلسه في 2016 مع الدوله، نقول هنا الشرف وقت عبد الله الرابطي كانت بالدوله الفلاحه والصيد البحري، لجبر الضرر الاهالي جابس والبحار جابس، واللي معناها باش نعمل نخدم على موضوع اللي هو موضوع التغطيه الاجتماعيه لصغار البحاره، ما صار منها حتى شيء. الدوله اخلت بوعودها، الدوله اخر اهتمامها قطاع الصيد البحري في جابس. عندنا معناها في بنار، عندنا محضن نتاع بحر ابيض متوسط، الى متى مش تستمر المهزله هذه؟ احنا نتمنى ان رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد ياخذ محمل الجد. عندنا راي الحلول موجوده سي نزار، الحل عندنا في ايدينا، لكن يحب الرجال باش تطبقها هذه. حتى احنا القوبسيه في حق بلادنا مقصرين. السيد محرز بابا، لو تمدنا اهم المشاكل اللي تعترض المهنه هذه. اول حاجه التصحر، التصحر انواع نتاع الحوت اللي كنا نخدم عليها قبل. انا نحكي لك راني ربان صيد ساحلي، انا عندي اكثر من 45 عام في المهنه هذه، ما عادش عندنا حوت في جابس. السحر بحر جابس، السحر بحر جابس، حتى الكراب بلي معنا سلطعون البحر الازرق اللي انا نقول تزرع عن قصد في ولايه جابس، تزرع عن قصد، حتى برد جابس اهبطوا وبالعلم وجرده المراقب. عندنا برد واحد في جابس المدينه، احنا الكل هم يهبطوا، ما عندناش حتى نقطه تجميع، معناها حتى البحار يستغلوا فيه القشاره، ينحلى ب 500 برنك على الكيلو، مجرد ان باش يهز السلعه نتاعها من ميناء الصيد البحري حتى للمعمل تاع اللي موجود فيه معتمدين غنوش. معناها الخير قطاع الصيد الساحلي اللي جابس معناها في حاله موت سريري، يلزم حلول جذريه، يلزم ينقلوه. راهو قطاع يعد بالالاف مش المئات، راهو لو وقت نقولوا قطاع الصيد البحري اللي جابس والصيد الساحلي والصيد الساحلي التقليدي، راهو من الهيشه حتى الوادي الشعبه. عندنا اكثر من 80 كيلومتر سواحل قاعدين يمارسوا المهنه هذه، لكن ما عندهمش خيار اخر. انسان تلقيه يخدم 30 و40 عام في البحر، باش يجي بين عشيته والضحاها تقول لي بطل البحر، من الجمل ما عندهاش حتى خيار اخر.
وزيت أوبريز. البحر اللي يموت ما يصور شيء، البحر اللي تحيه يتكسر ما يصور شيء، البحر حشاك اللي يزط ما يصور حد شيء. إلى متى؟ إلى متى؟ كما كنت تحكينا على طالبوا بحلول والكل، كيفاش ينجم ميناء الصيد البحري اللي بمعتمدية غنوش اللي باش يتم نورمالمون في حل الأزمة هذه؟ لا حتى شوفي أختي، أنا مع أحداث ميناء الصيد البحري بمعتمدية غنوش، لكن موش باش يحل المشكلة، باش يحل المشكلة نتاع التنقل فقط، لكن المشكلة نتاع مورد الرزق ماهيش باش تحل إلا بتطبيق القرار الصادر يوم 29 جوان 2017. القاضي بنقل وحدات الحامض الفسفوري والحامض الكبريتي اللي هي قاعدة تلفظ في سمومها في بحر جابس يوميا، ومعناه وإنشاء مدينة صناعية خارج مناطق العمرة، ما عندناش حتى خيار آخر على خاطر بحر جابس راهو حي. إلا رئيس الجمهورية، أنا قابلت معنا برسونال مور رئيس وحكينا فيه الموضوع هذايا. محرز بابا، أنت حكيت نقطة مهمة، في السنة الفارطة كان ليك لقاء مع رئيس الجمهورية وكان أكد أنه القرار هو قرار سياسي لنقل الوحدات الصناعية في جهة جابس، كان لكش تواصل في إرادة سياسية، هو قرار، هو لازم تكون فما قرار من السلطة المركزية لأنه نعرفه لنقل الوحدات الصناعية، والقرار هذا جاء أنه باش تكون ما بين معتمدية منزل الحبيب ومعتمدية الحامل لأثار الجدل. اليوم أنتم كنقابة صيد الساحلي وكبحارة كيفاش تشوفوا الوضعية هذه؟ أنا بالنسبة لي أنا تويك قاعد نجمع في ملفات كثر وقت مشيت للمرة الأولى، هل جات لمجرد رسالة؟ وكنت باشي وقتها باش نقابل رئيس الجمهورية باش نقابل رؤساء الثلاث، لكن وقت قعدت واستشرت أهل الذكر لقينا المشكلة والحل عند رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. احنا هذاك الأمل الوحيد بتاعنا. أنا قاعد نجمع في الملفات بتاعي تو، وفي القريب العاجل إن شاء الله باش نعاود مشية، في حال حتى ما نجمتش نقابله باش يخليهم له في بيرو دوردر، وعندي شكون يوصلهم له أمام. كان وعدك أيضا بزيارة للولاية وتكون زيارة شاملة، ما نتصوروش جاء وقت الزيارة هذه أنه يجي يزور جابس محرز؟ أكيد جدا، هو وقت يجي في ظرف خايف، في ظرف في وضعية استثنائية كانت زيارة، في وضعية استثنائية وما نجمناش حتى نقعد ونحكوا معاه وكل شيء، لكن اغتنمت الفرصة هذيك رغم الوضع مش هو والوقت مش هو، اغتنمت الفرصة وذكرته حكيت له إياه نهارتها قدام الولاية مع مجموعة باللي زود حكوم على الرئيس، وحكيت معاه وقلت له راني هنا اللي جيتك، وقال لي نتذكرك، وقلت له راهو أملنا كبير ياسر فيك لإنقاذ جابس. التلوث الصناعي هذايا راهي جابس على حافة هاوية، راهي جابس مهددة بالله. خليني مثالش نقولها، مش نعرفوا القبسية، راني مانيش نخوف فيكم، لكن اعرفوا احنا علاش قادمين، وانت خويا نزار من سكان منطقة ملاصقة للمنطقة الصناعية، راهي جابس مهددة بالنصب من خريطة تونسية في أي لحظة إذا ما يوقعش تدخل. المنطقة الصناعية وعلى رأسهم المجمع الكيميائي التونسي، راهو المجمع الكيميائي التونسي مغطي على غابة كاملة، راهي شجرة ريتها مغطي على غابة، راه فما لوبيات ماهاش من صالحها إنشاء المدينة الصناعية الجديدة هذه. اليوم محرز الكميات سكب الفوسفوجيبس في بحر شط السلام وغنوش، واللي خلى ضرر كبير في الثروة السمكية اللي اليوم البحارة، وحكيت مع عدد منهم في معتمدية غنوش يقولوا لي اللي أنواع الأسماك اللي كنا نعرفها في الخمسينات والأربعينات اليوم اندثرت في جهة جابس. أكيد سيليزار، عندك الأسماك القاعية تقريبا بنسبة 90% اندثرت، أسماك القاعية كلها اندثرت على خاطر البحر وقع له تصحر. خليج جابس وبالتحديد لو وقت نقوله خليج جابس، راهو خليج جابس يمتد من راس جبودية عاشور بالشابة حتى راس الزيرة في جرجيس، هذا يا خليج جابس. لكن نحكي على الفيفينير، نحكي على المحظة اللي هي ولاية جابس. ولاية جابس بحرها تصحر، الصحر من جراء القاء السموم هذه لمدة 50 عام، عندنا أكثر من 500 مليون طن ملقات فواضل نتاع فصلات ملقات في بحر جابس وبالتحديد في بحر شط السلام. وأكبر دليل تنجمه أنت ريتا نزار خويا، أيوة كنت حاضر، وصورنا البحر الوحيد في العالم اللي قاعد يزحف لداخل البحورة تو نظر للانحباس الحراري وذوبان القطب الجليدي، البحر قاعد يزحف على مناطق العمرة وقاعد تسمى جزر ومناطق مهددة بالنفس والغرق معناها من الخريطة في العالم، إلا بحر شط العرسان قاعد يزحف، وبحر جابس ككل راه قاعد يزحف لقدام، معناها الرمال قاعدة بحرنا قاعد يتردم، مو قاعد يصير فيه تصحر ورومبلاج.
محرز الحلول الوقتية اللي تقترحها كنقابة لإنقاذ موارد الرزق للبحارة اليوم، اللي كما كنت حكيت أنت في البداية المداخلة، اللي اليوم ما فماش ضمانات اجتماعية وضمانات صحية اللي باش يعيش البحار في حياة كريمة، القدر الله مرض صار لأكسيدون وإلا، فما ناس تقولك تعبت معناه وصلت المرحلة معاش النجم نخدم. بالنسبة للبحارة تو الحل المؤقت، الحل المؤقت أن على خاطر طواني هنا نحكي لك راني صاحب مهنة ورئيس نقابة وعضو في لجنة من السيد البحري والناطق الرسمي للجامعة الوطنية في الجنوب الشرقي، فهمتي للسيد الساحلي والسيد الساحلي التقليدي، راهو فما بحارة تحب تكبر على خاطر المعدات اللي عندهم والمحركات اللي عندهم ما عادش تكفي بالحاجة أن باش يخرجوا ويلقوا معنا يخرجوا بعيد شوية مثلا تاع 15 ميل و20 و30 و50 ميل باش يخرج يجيب قوت يومه. وقت يقدم حتى في مطلب تاع قرض ما فماش تسهيلات، فما عراقيل يقول لك برا البنك التضامن برا مش عارف شنو يجيبوها لهم صحري وبحري ويجيب معناها على الاقل حتى يقول لك وصلوا الناس يجيبوا لكم حتى الحجه ملكيه تاع الدار تاعي، المهم اعطيني قرض باش نكبر باش نواصل في المهنه هذه، ما فماش تسهيلات من الدوله للامانه. المفروض المفروض المجمع الكيميائي التونسي والشركات المنتصبه في المنطقه الصناعيه فما حاجه يلزم هي المسؤوليه المجتمعيه، يعني يلزم يعملوا صندوق لتمويل المشاريع هذه ومن غير زيتهم راه على خاطر هم فيهم للمباشر وفيهم الغير المباشر لتدمير جابس كيف سواء نحكي راني على الثروه السمكيه والا نحكي على حكي على الثروه الحيوانيه في البر، نحكي على الواحه اللي تدمرت راهي جابس فيها الواحه الوحيده البحريه المتبقيه بالعالم دمرت عن قصد ولا ذلك المهزله هذه متوافقة. إلى متى؟ محرز سؤال أخير اليوم، نتحدث على دور الشباب وما مدى إقبال شباب جهة قابس على المهنة هذه مهنة الصيد البحري خاصة من اللي شافوه في السنوات الأخيرة، تشوف فما إقبال وإلا لا؟ شوف نزار خويا وأنت سيد العارفين وأنت ولد قابس وأنت ولد منطقة غنوش، أراه شبابنا خليناها احنا خليناها البحر بالفطرة، خليناها بالوراثة على والدينا وعلى ناسنا، راهو ولا غالب ما عندناش حتى خيار اخر، راهو البحر البحاره خاصه تويت نحكي على البحر ثم ناس اصحاب اصحاب شهايد وانت تعرف وسيد العارفين والناس كلها تعرف ان بابا يتخرج عندك 10 سنين بطال ما عندهاش خدمه يمشي يهبر البحر تصور صاحب شهاده اصليه ولا 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 تلقاه يخدم بحار، لكن انتم لاحظتوا في الاونه الاخيره اللي كانت حاجه مفقوده في جابس اللي هي الهجرة غير شرعية، الشباب ولا يلتجي للهجرة غير الشرعية ولا يحرق ولا يمشي يدخل المراكب الموت، وانت تعرف والنقل تعرف الشيء هذايا مناش على الأقل شغلوا الشباب اعطوا رخص اعطوهم تراخيص خلي يحلوا ما ورد رزق اعطوهم ما نقولون خلي يخدموا مدام الشباب راغب يخدم وانت تعرف عندك محرز معناه تقول مهنة الصيد البحري في قابس تنجم تتواصل مع الشباب اليوم في ظل وجود التسهيلات من الإدارة التونسية. يعطيك الصحة يرحم والديك، سهلوا لهم اعطوه ترخيص اعطوه قرض باش يعمل بلوكة مدام الناس راغبة انها باش تخدم في البحر. فهمتي الزرارات قابس المدينة وغنوش ناس قاعدة تخدم في البحر وقاعدة قلت لك اصحاب شهايد ويحبوا يستثمروا في البحر يحبوا يعملوا بروجي يحب يعمل بابو، لكن ما فماش اسئله لا من وزاره الفلاحه في التراخيص ولا من الدوله في اعطيان القروض للشباب هذايا باش يخدم. شكرا ليك محرز حمروني رئيس نقابه الصيد الساحلي بقابس المدينه على الحضور معنا وتقديم هذه المعطيات. شكرا جزيلا عايش خويا نزار ورب يفضلكم وشكرا على الموضوع المهم هذا. شكرا ليك محرز. كما كنتوا تسمعوا الساده المستمعين تناولنا موضوع مهم شذا ونبيل اللي هو مهنة الصيد البحري، لأنه ديما نحكو على التلوث وضرب البحر وضرب الهواء في قابس، لكن ما حكيناش على المهنة. لكن اليوم في بلاتو أمور تهمنا تطرقنا إلى دور مهنة الصيد البحري وهل باش تتواصل في قادم الأيام وإلا لا. يزار زيد المشاكل ما هيش كان مشاكل التلوث، مشاكل حتى الدولة ما هيش قاعدة تسهل في العملية على الشباب، البيروقراطية ديما تلعب دورها معناها فما الإدارة التونسية تقول أنت ما هيش قاعدة تسهل للناس ما هيش قاعدة تسهل في اعتقادي باش يجي نهار نجمو يجي نهار وما عادش نلقوا بحارة في قابس. نبيلة نشوف أنه مهنة الصيد البحري في قابس
حتى وإنها قريب تندثر، حتى وإنهم يعانوا في ظروف صعيبة. رغم هذا الكل ما زال الشباب كما كان يفيدنا سي محرز إنه الشباب ما زال حتى رغم الظروف هذه الكل ما زال يقدم على المهنة هذه وما زال يمارسها. سادة المستمعين، كما كنتوا تسمعوا معنا اليوم تطرقنا إلى موضوع اندثار مهنة الصيد البحري في جهة قابس، وقت اللي كانت البحر وكانت الفلاحة هي ركيزة من ركائز الاقتصاد في ولاية قابس، لكن اليوم نتحدث على منوال تنموي آخر. اليوم نسينا دور الفلاحة ونسينا البحر اللي يقدموا من الثروة السمكية اللي يخلي البحارة يغادروا ولاية قابس ويمشوا إلى أماكن أخرى باش يسترسقوا باش يجيبوا الحوت يبيعوه في قابس. وهذا كان موضوعنا لليوم. الموضوع الثاني في أمور تهمنا شذايا ونبيلة صورة الشهر، اليوم اخترنا أنه باش نحكوا على الصالون البحري اللي هو الصالون البحري جاء فكرة نقول احنا ائتلاف المجتمع المدني الائتلاف البيئي اللي ترأسه صديقنا واخونا وصديق الإذاعة محمد الباردي. تعليقاتكم على الصورة هذه اللي تبعتوها وشفتوها؟ نعم والله مشكورين، أول حاجة يعطيهم الصحة، مبادرة جميلة، أما الحقيقة ما فهمتش شنو الأهداف متاعها، ما فهمتش علاش عملت الضجة هذه الكل. نبيلة كيفاش شفت الصورة وكيفاش تعلق عليها؟ والله نشكر أصحاب الفكرة. الجيست على البحر مزيانة، تعكس الوعي متاع المصطفين اللي هم حتى بالتلوث مهمش مسلمين في البحر متاعهم ولبحره، وخير يعني أحسن من أنه يقولوا ليه بحر جابس ما عادش نجمو نعمو فيه، ما عادش نجمو نمشي، ولو ليه فما اليوم أمل في بحر جابس. كما كنت تحكي نبيلة وشذاء، الصورة باش نعلق عليها عجبتني برشا لأنه أعطت روح جديدة لبحر جابس، لمكانة البحر جابس، حاولوا الائتلاف البيئي للمجتمع المدني في جابس أنه يرتقي بالبحر، أنه يطور من البحر، يغيرك الصورة النمطية اللي تعرفت عليها جابس وتعرف عليها بحر جابس من خلال الصالون البحري، الصورة اللي تداولت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى اللي فما فكرة أخرى هي غراسة 200 نخلة على شرط الساحلي في جابس من في الكازما مثال، معناها الواحة البحرية الموجودة الوحيدة في إفريقيا هي موجودة في جابس ترجع مكانتها. وهذا دور المجتمع المدني إنه يرتقي وإنه يحاول يعطي أفكار جديدة ويحاول يغير الواقع. ما نحبوش نتكلموا فقط جلسات في المقاهي وفي المكاتب المغلقة وهات باش نعملوا كذا. اليوم اللي شفناه من خلال ائتلاف المجتمع المدني ائتلاف البيئي قال عندي فكرة نحب نطبقها على أرض الواقع، هي صالون بلاصة يجوا يقعدوا فيها الناس، صالة هكا كما في الدار للنقاش وللحوار حتى اللي يحب يعمل تصور، يحب يعمل، ما فهمتش برشا شنو اللي يحب يعمل سيلفي، اللي يحب يقعد كذا، راي الصالة هذه متاحة للجميع في الكازما. يعطيهم صح، مشكورين. فكرة طيبة، نأمل على أنه الفكرة هذه يتم النسج عليها بأفكار أخرى، ولما لا نشوفوا شط جابس في أحسن حلة وتشوف فيه مشاريع صغرى، واللي يحب يعمل مشروع نقول له بالتوفيق ليك في المشاريع اللي تحب تعملها، لا لشيء فقط الحفاظ على مكانة جابس المكانة البحرية اللي عرفناها من جدودنا ومن أبائنا. لازمنا كشباب ولازم المستمعين يسمعوا فيه الكل نحافظوا على الفكرة هذيك ونطوروا منها ونغيروا الصورة النمطية اللي يعرفوا بها برشا ناس ولاية جابس. هذه كانت الحلقة الثانية من برنامج أمور تهمنا بتاريخ 21 أوت 2021. نذكركم السادة المستمعين اللي الحلقة هذه تجي في إطار برنامج مناظرة لمبادرة مناظرة في برنامج صحافة الشأن العام بالشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، ليقوموا الإذاعات تضم بالبث المشترك للحلقة هذه اللي هما إذاعة سليوم أفام بالقصرين، دريم أفام بالقيروان، مندرا أفام رأس جبل، ونفزاوة أفامك باللي، وعليس أفام اللي نقوم حاليا بالبث منها من استوديو عليس أفام بجابس على 101.2 وإلا على ترواد بالفي بوان عليس أفام بوانتين. شكرا على الاستماع والمتابعة، شكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف نجم متعدد تتفرجوا فيها على صفحة إذاعتنا وعلى صفحة مبادرة مناظرة.
يا نزار يا نبيلة وأعزائي المستمعين، خاصة حلقتنا في نفس التوقيت على نفس الإذاعة ثالث سبت في شهر سبتمبر إن شاء الله. وكان تحبوا تعرفوا أكثر على صحافة الشأن العام، الموعد مع أمور تهمنا لو بودكاست نهار السبت 28 أوت على صفحة مبادرة مناظرة. شكرا نبيلة شوشان شذان ناوي، كنتوا حاضرين معنا اليوم. شكرا في لك أمور نزار. شكرا في أمور تهمنا. كان حاضر معكم أيضا نزار هدوي من أمام الميكرو، ورفقوني زملائنا في الهندسة التقنية عاطف غالي في الهندسة الصوتية، وعاصمة ليلي في الديجيتال. ما بقالي كان نقول لكم متابعة طيبة.